السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كان يا مكان في قديم الزمان، وما يكون إلا ما قدر وشاء الرحمن، والصلاة والسلام على محمد العدنان خاتم الرسال. كان يا سيدي سلطان، وحال سلطان معروف عند كل إنسان، جداد القدام واللي كيبان أن كل سلطان لا بدلو من وزير، يناقشوا في الحكام وفي أمور الرعية، يحلوا عينيه في اللي غابت عليه، وحتى خبر ما تضرق عليه، وما يبغي شي صفة تسيئ ليه ولا تسمع عليه، الحاصل يرد له شاهد العقل. وهذا هو اللي كان السبب حتى كره السلطان الوزير ديالو. سلطان حكايتنا يا سادة كان معه وزير ذكي وزعيم، يجادلو ويناقشو العين في العين. واخا السلطان كان شديد، كان يا الحباب السلطان كيملك الحصان قد وقوان عالي ومسلال عربية أصيلة، كيقولوا له الدهم، واللي ما يملك الدهم واخا يدور ويتبرم لابد ما يندم. كان يا الحباب مولاي السلطان كيحبو حب كبير، الدهم كيحكيو عليه ويتحاكى، كينضمو فيه الشعار والقصايد الكبار. وفي واحد النهار وبدون سابق انذار، مراد الحصان وجوه الطبة لجميع القطار، إنما ما قر فيه الدواء ولا العشوب والتعوان بالماء، وصبح شي غادي وشي عاجة. السلطان هاير وغضبان، تشوفو تقرا في وجهه اللي غادي يجرى، إلا كتب الله ومات الذهب وهو كان حالف، اللي زغبو الزغاب وجاي يخبرو بموت الدهم منو ينتقم، ما يشفق ولا يحن، يزول له راسو من فوق كتافو ويخلي عبرة لقرانو، واخا يكون عالي مقامو ولا خدام من خدامو. ايوا في واحد الصباح مات الحصان، وكان من حضر وشاف داك المنظر خاف وتوخر. ايه الروح البطن جا، من اللي غادي يجرى؟ والسايس غبر والمشاور يضربوها بسلة، والحاجب طلب العفا، وحتى الطباء ما تجرؤوا يواجهوا السلطان ويحكيوا له هاد الخبر. انما الوزير كان كيف العادة زعيم، وقبل يدخل الديوان ويحضر بين يدين السلطان يخبرو بكل ما جرى، توجه للقصر وهو كيمشي بشيط المعفر. شافو السلطان وتنفض في الحال، كانوا يديه وراه وحجبانو مقطبين، وحتى عينيه خارجين، وجهه ما يتفسر. والوزير غير شاف السلطان وبدا يقدم فروض الاحترام والولاء، كلامه كان رطب كيحيد به الشوك اللي كيعطب، كان كيلطف الجو الله يبرد السلطان وحكامه ما يكون زربان. الوزير سكت ولسانه حبسو بين سنانه، وكان كيعبر في كلامه. والسلطان ما كان فيه صبر، بغى يعرف حال حصانه وسولو باستعجال، انظر كيف حال الدهم، ادوي وتكلم. الوزير يا الفضال طلع النظرة وشاف فيه بلا هضرة، طلعت مو قال الحصان الحصان مولاي، مالو اشنو زعما مات؟
رد عليه بسلام حنية، انت اللي قلتي هاد الكلمة ومن لسانك سمعتها يا مولاي. ايوا يا ناس المروة، ما نقول لكم شاية شجرة وحال السلطان في هذيك النكبة. غضبك الكبير وتلف له التدبير، وبدا يغوت بالجهد كيف الهبيل. اما الوزير اكلامه كان حكيم. لواه لواه مولاي، قدر الله وما يكون غير الخير، ما زالت ملك حسن اخر، حسن وفضل غير صبر وبطولة العمر. وهنا يا جماعة الخير، كان نسان السلطان على وزيره طويل. ايه وانت اش خسر تقول في الحكايم وتوصيني بالصبر؟ المصاب كبير والامر عظيم، وما جيت تقول لي اني يوقع من خير. اش من خير؟ هذا راه لويل. وهنا السلطان يرفض، زاد كرهو الوزير حيث كلامه كان على قلبه ثقيل. وداز الزمان وتنسات مصيبة السلطان، ومن بعد ايام مرضت الملكة اللي كانت عنده عزيزة وغالية، ومرضها كان هو السبب في موتها. حزن السلطان وتبدل حال البلاد، مظاهر الفرحة حتى هي تنسات. عند العباد والقصر كان حاله قديم، والمصاب كان عظيم، كانوا بكري كيطفيو الضوا، غير العتمة وحتى المعيشة ما بقت تشبه باقي البلدان. الحصور العيان والوزارة والقياد تكبوا على الديوان، وصلت للبلدان المجاورة كل شي حضر، ناوي يعزي ويصبر. والأمارة ولاد السلطان كانوا في جنب باهم. وفي هاد الوقت والناس في هاد الحال، حضر الوزير اللي عليه العين، اتحنى على يد السلطان بكل احترام، بس هالو وقال: صبر صبر مولاي، قدر الله والله ما هكذا ولا اكثر، واللي جات من الخير. السلطان يا سيدي كحل بلعنة، والدنيا قدامه ولات كحلة زحلة، وبدا كيبرقم وكلامه كان بالجهد. كيقول لي اللهم ولا اكثر، وعلى زعما كاين ما اكثر، وقال ليك اللي جات من الخير. اش من خير شاف في هذا المشحون؟ على كو كانت مرتو هي اللي ماتت كان غيصبر ويبدا بالحكمه يهضر، ولا فيا كيشمت ومع راسو ما فهمو حد. وكبر يا الحباب الحقد في قلب السلطان صاحب القوه والمجد. وهكذا دازت ليا وجات اخرى، وقع خصام بين السلطان والبلدان اللي مجاوراه، وكان كل واحد كيقول باللي الحداده ديالو وطرف من بلاده. شدوا مع بعضهم في الكلام وعزموا على الحرب والقتال، جمعوا العسكر ووجدوا السيوف والمكاحل. الكساوي ديال العسكر توجدت وتخيطات، والمدافع تكدسات، والسلطان كان كيجبد من الخزاين المال، يصرف ما يعد ولا يحسب، وكيف كيتقال هز من تل يختل. الخزينة ديال البلاد خوات، والأموال كلها تصرفات، ووصل الوقت ديال الحرب والجهاد. قابلوا الجيوش والحركة بدات، والمقاتلة كانت شديدة، دازت 7 أيام بالثمان. وخسارة السلطان كانت كتألم، البلاد كلها حزنات، والجهود تهدات، والعباد اللي بقات طلبات العفو والسلامة والنجاة. أما قصر السلطان كان معمرو السكات، لا هضرة ولا كلام. وفي هاد الوقت والحال اللي ما يسرع عدو ولا صديق، جاء سيد الوزير بلسانه الطويل، وصل عند كرسي الحكام، والسلطان كان قاعد
وعمر بالهم وقال: يا سيدي صبر، اللهم هكذا ولا اكثر، والدنيا غالب ومغلوب وكاع اللي جات من الخير. هاد الكلام يا ناس الخير كان صعب من الخسران والحرب والقتال على همسة مع السلطان. ما قدر يتحمل كلام الوزير والدنيا كحالت له في عينيه، عزم وقرر يقتلو وينحيه ويتهنى من نصيحو ليه. وهنا يا سادة السلطان فكر في حيلة تهنيه من وزير الشوم، عيط على الحاجب وطلب منه يجيب له الفعل وتكون كبيرة ومضخمة، سمها يقتل من البشر مياه. الحاجب ما كذب الخبار ولا ردها في وجه السلطان، طلع في ذاك النهار الجبال المجاورة للبلاد قلبت قلاب، وكانت ايام وايام حتى صاب الفعى عاشت من الزمان الكتير بقرونها، اللي ترهب واللي سخط عليه مو هو اللي صادفها. الحاجب يا سادة وصل للقصر والفعى كانت معاه في مزود مسدود، ادخل عند الحاكم وهير شافو عرف باللي الامر تم والضيفة حضرات. وهنا كانت توجد الوزير حتى الناس قاع يقولوا مسكين مات، حطها الحاجب في مكان عالي في قاعة الحكام يشبه الصندوق البالي، كانوا زمان كيبنيو في القاعات الكبار يخزنوا فيه العطور وحوايج القصور. وجا الوزير الراجل الحكيم اللي قلبوا فيه الخير، وكان راجل كبير في العمر شايب والصحيحة على قدو، قال له السلطان من بعد السلام: نود بدلي يا بن داك الصندوق اللي في اليمن قرعة من العطر، باغي نشم ونتعطر. ناد الوزير وجاه الحال بعيد، جاب كرسي طويل وبغى يطلع عليه، حط هو رجليه وما جا فيني يهز الاخرى حتى طاح، وكانت طيحة ضخمة. الحجاب سمعوا الزدحة وجاو كاملين كيجري بغاو يشوفوا ما جرى. لقاو الوزير ساقط في الارض ورجليه مكسرة. بدا السلطان كيعيط ويقول: اجيبوا الطبيب وبالزربة وحتى الجبار وبلاد عطار. الوزير يا سادة شاف حالته اللي ما كانت حالة، الدم كيجري والهرسة كانت شديدة، دوا وقال: اللهم هكا ولا أكثر، وما خفية كان أعظم، اللي جات من الخير. السلطان رجع له شاهد العقل وعرف باللي كلام الوزير كان صحيح، وفهم المغزى من هاد الحديث، حيت كون وصل للصندوق حلو وخشى يدو كانت النفعة ما تعتقو، كون راه مات إنما الهرسة كانت أهون. وهكذا حكى السلطان لوزيرو اللي كان في الخفا موجدلو حتى منو يرتاح ويتهنى، واليوم منو طلب الصفح والسماحة وخلاه مول القيمة العالية وليه الحق والمشورة، وكلمتو ديما مسموع. ومشات حجيتي من واد الواد، وبقيت أنا معاكم يا ولاد الجواد.